يو، السلام عليكم يا شباب، معكم مورين من قناة جي تي اي جيمز نيتورك. عندكم فيديو جديد ومود جديد وحلقة جديدة من لعبة جي تي اي سان اندرياس. في هذا المود يا اصدقاء سنوريكم كيف تركيب مود سبيدومتر للاشخاص الذين لا يعرفون ما هو سبيدومتر واعداد السرعة. ستجدون ربي تحملي في ديسكريبشن بحجم لا يتعدى 1 ميجا واش. ستنسخون هذه الملف نسخ الى داكيت الهاتف الاندرويد داتا مجرد اللعبة ولصق. عندما تخلو اللعبة اكيد ساعود لكم. وعدتلكم يا شباب المود شغال بدون اي مشاكل. صح هذا المود رائع لكي تعرفوا ما هي اسرع سيارة، ابطأ سيارة في اللعبة، اسرع دراجة نارية. هذا الحلقة السابقة اريتكم كيف تركيب مود ازرار خضراء. الذي لم يشاهد الحلقة السابقة أنصحه بمشاهدته، صح المود يستحق التجربة. ستفتح وتبدون أي دراجة مثلا درجة لين RG 500 ونور شغالة. ترى الأرقام التي في الأسفل، صح المود يستحق التجربة. الأرقام التي في الأسفل شوفوا الفيديو لا عجبكم المرجو الضغط على زر اللايك العنيف والشك في القناة وتشفي خاصية الجرس يصلك كل جديد. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.